طيب معانا الاستاذه دينا من مصر، برحب بيكي يا استاذه دينا. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اتفضلي يا فندم. كان عندي طلب وسؤال للشيخ عصام. اتفضلي اتفضلي. هما مرتبطين ببعض. هو سؤالي الاول، انا يعني باذن الله ربنا يوفقني يا رب، بشتغل على نفسي، ولان انا حلمي اكون مراسل تلفزيوني. وكنت تواصلت مع بعض الاعلاميين المحترمين ومنهم ناس في قناه مكملين وكده، الاستفاده من خبراتهم مش اكتر. تمام. سؤالي بقى، انا كنت في مسابقه على مستوى الجمهوريه، مسابقه مراسل تلفزيوني على مستوى الجمهوريه. ايوه. فالمتسابقين كان بيتم توزيع تيشيرت موحد عليهم عشان نرتديه اثناء عرضنا يعني. تمام. التيشيرت كان مكتوب عليه لوجو، طبعا كانت تحت وزاره تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه. واللوجو كان مكتوب عليه تحت فخامه الزفت عبد الفتاح الزفت. تمام. ف انا من وكان ميعاد المسابقه ايام اعدام الشباب الله يرحمهم، ست شباب اللي اتعدموا. ايوه. فكان اجباري ان انا البس التيشيرت ده، وطبعا المكان كله كان طبيل اعلاميين بقى، حضرتك ازاي احمد تعرف الكلام ده. تمام. بس انا ما خرجش حرف من لساني يخالف ربنا بالنسبه للموضوع ده او تطبيل او ما شابه. تمام. لكن يعني الثقل اللي كان على قلبي بسبب ان انا لابسه تيشيرت مكتوب عليه عبد الفتاح السيسي، واثناء فتره كانت صعب علينا كلنا، فده يعني هل للشيخ عصام ان يزيل هذا الثقل ببعض الكلمات، ام انه هيفضل ذنب عليا ولا ايه؟ مش عارفه. طب يعني انت عايزه تعرفي ده في حاجه شرعيه عليكي او لا، صح كده؟ هل في ذنب ارتكبته بحاجه زي كده؟ طبعا هي كانت غصب عني، بس انا كاي حاجه تاني ما حصلتش. طيب حاضر. طب في سؤال تاني؟ طلبي ان طلبي بس للشيخ عصام بس يدعي لي ربنا يوفقني ويبعد عني اي حاجه. انت حضرتك عارف يعني ايه اعلام في مصر يعني. ربنا يا رب ان شاء الله يكرمك. حاضر. هبلغ الشيخ عصام. انا والله يا استاذ احمد ضغطه خطى السلحفاء في هذا الطريق، لان انا طبعا انت عارف حضرتك اعلام في مصر لازم عامل ازاي وشكله عامل ازاي وبيقول ازاي، وانا طبعا استحاله اكون زي عمرو اديب لاقرع ده اللي يقول لك من منبت راسه مش عارف. طيب حاضر. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذه دينا. حاضر. طيب هي استاذه دينا بتقول يا شيخ عصام ان هي يعني ليها طلب ان حضرتك تدعي لها ان ربنا يوفقها في مشوارها الاعلامي، هي نفسها تبقى مراسله اعلاميه يعني، وبتقول ان هي بتتواصل مع ناس اعلاميين وبتحاول تستفيد من خبراتهم. بتقول بس في يوم الاعدامات كانت مسابقه المراسلين التلفزيون على مستوى مصر يعني، فاجبروهم ان هم يلبسوا تيشيرت وعليه اسم عبد الفتاح السيسي، وبتقول اجبرت، بيقول لك انا ما نطقتش بكلمه لا فيها اي حاجه من انواع التطبيل ولا الكلام ده كله، بس اجبرت ان انا البس التيشيرت ده. فهل عليا شرعا اي ذنب او اي اثم او اي حاجه؟ يعني رسول الله سبحانه وتعالى ان يسخرها لخدمه دينه والانسانيه والامه جمعاء، وان يشغلها بالحق والا يجعلها ابدا جنديا من جنود الباطل. اللهم امين. لان الاعلام طبعا رساله خطيره جدا، يعني يا لسان للحق يا لسان للباطل. نعم. إن أنت لسان، لكن الإنسان العاقل السعيد الذي كتب الله له السعادة والتوفيق من كان لسانا للحق ولو كان مرا ولو كان بضريبة. يعني أمس كنت بشوف الفيلم اللي كان بتعرضه قناة مكملين عن سعد الدين الشاذلي. أيوه. في نهاية الفيلم وقال أني قول اللي أنت مؤمن به مبادئك وقناعتك على مر الزمن، لا أنت كسبان مش هتخسر. أيوه. وإن بدا لك بعض الصعوبات يعني، ودي حقيقة. يا ما ناس تحملت، يا ما ناس باعت، وفي الاخر ما قدرش يحترم نفسه، وفي النهايه الاثنين بيموتوا، بيسيب الثروه للاولاد يتمتعوا بيها من حلال او من حرام. نعم. ويبقى الذكر الحسن والذكر السيء. ده امر. الامر الاخر قضيه ان هي اجبرت على شيء، اذا ما دامت مكرهه فالا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ما دام هي كارهه ورافضه ولم تكن مختاره طائعه بهذا الامر ولم تؤيد باطلا، انما اجبرت على لبس تيشيرت يعني، فلا حرج في ذلك ولا حرج عليها. تمام. ولكن ما تعمدت قلوبكم كما قال تعالى. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عصام.